بعد أن شهدت هدوءا أمنيا ولم تسجل حدوث هجمات إرهابية لعدة أعوام، تفاجأ المواطنون في مدينة البصرة بوقوع انفجار دراجة نارية مفخخة في تقاطع الصمود، أسفر عن استشهاد وإصابة 8 مواطنين أبرياء. شوف البصرة يعني خلال هذه السنوات احنا نسميها عاصمة العراق الأمنية، والحمد لله البصرة كانت في أمان وماكو أي تفجيرات. اليوم تفاجئنا بوجود انفجار في محافظة البصرة. ركضنا احنا المكان الحادث، لقينا حسب ما صد مصادر الامنيه لقينا دراجه مفخخه انفجرت على سياره وسياره ثانيه. انفجار حسب قول المحلات القريبه تم عن طريق دراجه ناريه ركنها احد الاشخاص وانفجرت عن بعد. صادف مرور سياره الستاركس اللي هم اصحاب شركه بالبصره، نفرين استشهدوا للاسف بالحادث من اثر الانفجار والعصف. القوات الأمنية طوقت المكان للتحقق من الحادث الذي لم يكشف عن أسبابه لحد الآن، فيما عزاه مراقبون إلى الخلافات السياسية التي تصاعدت حدتها على خلفية انتخابات مجلس النواب وانشغال الكتل السياسية بمغانمها بعيدا عن أمن المواطن. للأسف الشديد التفجير الذي حدث في محافظة البصرة اليوم هو في مكان ليس مكتظ بالباعة وليست أسواق وليست أماكن تجمهر المواطنين، وبالتالي ربما كانت الغاية من عنده إيصال رسالة، ولكن وجود الضحايا يدلل على أنه هذا العمل إرهابي. بالأخص بالبصرة السنة والشيعة واحد، ما بيناتنا كل خلاف، ولا داعش يقدر يطبنا للبصرة، داعش ما يطبنا، وإنما خلاف سياسي والسبب الانتخابات. حكومة البصرة المحلية قدمت تعازيها إلى أهالي الضحايا وأعلنت الحداد لثلاثة أيام، مؤكدة أن التحقيقات جارية للوصول إلى المجرمين وإنزال القصاص العادل بهم بأسرع وقت. لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.